قتلوا سندي، سند بنات المعقات، سند رهان، سند علاء، سند ريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شفتم الرجل وعرفته؟ يا زشلاء يا زمات بدي اياه. وين الحكومة؟ وين الدولات العربية؟ انا جوزي قبل بنات ثلاث معاقات، بدي اياه، بدي اياه، انا بستغنيش عنه. انا جوزي احمد عادل حمودة كان إدارة في مدرسة رفايدة، بدي إياه. وروني وينه، بدي إياه. قتلوه، سندي، سند بنات المعقات، سند رهان، سند علاء، سند ريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اشرب يا حبيبي جوزي بيسجل للغاز، للغاز، لأقرب محطة. نادى على الناس ونزلت الناس، نزلت الناس تسجل أقرب محطة. أبو عادل اللي بيسجلهم، أبو عادل اللي بيجيب لهم التكية من أحلى مطبخ العالم، يجيب لهم والمي يجيبها ويجيب ويحط ويجيب للإدارة. أنا سمعت صوت إضاءة هيك من الشباك، فج إضاءة غريب وخبطة مكتومة عالية بس مكتومة. فدغري أنا صرخت وصرت أصرخ على أولادي وكل اللي معايا في الصف، عندي في الصف فوق 50 نفر، الصف مكسر لي الصف. فنزلت أجري حافية القدمين، أجري وزعت على أبو عادل، لقيت أبو عادل مرمي والبني آدمين كلهم أشلاء مقطعين، وإلي برضو ابن أخوه كانت نزيف كان عايش. وجيت اتفرج على ابو عادل، اجوا شال ابو عادل، ما عرفتش ابو عادل الا من رجليه.